طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت تطلع على الأعمال الجارية بمشاريع سفلة تتعدد من الشوارع بمديرية سيئون. صحة ساحل حضرموت تدشن دورتي تدريب حول الخدمات الطبية والسريرية للمعاقاة جسديا. انطلاق الاختبارات النصفية في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون. أهلا بكم. رأس محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فري سالمين البحسني اجتماعا موسعا للجنة الاحتفالات بالذكرى الثالثة لتحرير مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت من قبضة عناصر تنظيم القاعدة في 24 من عام 2016. وقال محافظ حضرموت خلال الاجتماع بأن 24 من إبريل يعتبر حدثا هاما وعظيم شكل نقلة نوعية وانطلاق نحو المستقبل الواعد في حضرموت، مؤكدا على ضرورة مشاركة الجميع في مختلف الأنشطة والفعاليات التي سترافق الذكرى الثالثة للتحرير. وأشار المحافظ إلى أن الفعاليات المختلفة ستكون حافزا ودافعا معنوي للمواطنين وللأجهزة الأمنية والعسكرية، داعيا جميع الجهات المختصة للاستعداد الجيد ومضاعفة الجهود لرسم صورة مشرفة عن حضرموت وتضحيات أبنائها. واستعرض الاجتماع خطة الفعاليات العسكرية والأمنية والثقافية والترفيهية والتوعوية والأنشطة والمبادرات المجتمعية والشعبية التي ستنفذ تزامنا مع الذكرى الثالثة للتحرير. اطلعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت على سير الأعمال الجارية بمشروعي إعادة سفلة المدخل الغربي لمدينة سيئون طريق سيئون تريسا وسفلة الطريق شارع الرئاسة وصولا إلى الخط الدولي الممول من نسبة وادي حضرموت من مخصص المحافظة من مبيعات النفط. وأعطى مقاول المشروع شرح وافي عن سير العمل في مشروع سفلة الطريق سيئون تريس بطول 11000 متر مربع والاستعداد للبدء في سفلة مشروع الطريق الممتد من شارع الرئاسة إلى الخط الدولي بطول كيلو ونصف. بدورها شددت سلطة الوادي على مضاعفة الجهود لإنجاز المشاريع خلال الفترة الزمنية المحددة وفقا للمعايير الفنية لتقديم خدمة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم من الازدحام المروري في شوارع المديرية. اطلعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت على التحضيرات الجارية لافتتاح مركز الصحة والسلامة المهنية بالوادي. واستمع سلطة الوادي من مدير عام الصحة والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عوض الحنشي ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الله باجهام إلى شرح مفصل عن الخدمات التي سيقدمها المركز للعاملين في قطاعات العمل والإنتاج وتحسين بيئة الأعمال في المنشآت الخدمية والإنتاجية ورفع مستوى الوعي الاجتماعي حول قضايا ومشكلات الصحة والسلامة المهنية في مديريات الوادي والصحراء. وفي سياق منفصل ناقشت لجنة إدارة المشاريع الممولة من نسبة حصة حضرموت الوادي والصحراء من مخصص المحافظة من مبيعات النفط في اجتماعها اليوم بسيئون عددا من القضايا المتعلقة بشأن تنفيذ تلك المشاريع. واستعرض الاجتماع عددا من احتياجات المحافظة من المشاريع الأساسية في مجالات الصحة والمياه والكهرباء والتعليم والطرقات والزراعة والتعليم العالي والمباني السكنية والأمنية الممولة من الصندوق السعودي للتنمية. وأقرر الاجتماع البدء في تنفيذ مشاريع المجمع التربوي في مديريات تارين وسيئون والقطن على أن يستكمل مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء كافة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص. وكما كلف الاجتماع مدير عام الصحة بالوادي والصحراء بإعداد دراسة كاملة للموقع الأكاديمي التابع لجامعة سيئون ورفعها خلال الأيام القادمة. هذا ودعا اللقاء إلى الرفع بالمشاريع المتبقية من المصفوفة المعتمدة لجميع المشاريع من مديريات الوادي والصحراء.
ناقش لقاء عقد اليوم بمدينة سيئون مشروع إنشاء استوديو إنتاج تلفزيوني بمواصفات حديثة في إطار اهتمام السلطة المحلية بالأجهزة الإعلامية الرسمية والخاصة. وتطرق اللقاء الذي حضرته السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت إلى أهمية المشروع كنوال إنشاء قناة فضائية خاصة بوادي حضرموت للاهتمام بهموم ومشاكل المواطنين من خلال تنفيذ برامج حيادية تهم المجتمع وللاستفادة من خبرات أبناء حضرموت الصحفيين والإعلاميين وتنمية مهاراتهم وإبراز إبداعاتهم من خلال هذا المشروع. هذا ووجهت السلطة المحلية بإدراجه ضمن المشاريع المستقبلية الممولة بالنسبة وادي حضرموت من مخصص المحافظة من مبيعات النفط. اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع المساعدات الغذائية على المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة المنكلة بمشاركة وفد من قيادة القوات السعودية التابعة للتحالف العربي في حضرموت. وتضمن المشروع توزيع 850 سلة غذائية لفئة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بتنسيق مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بساحل حضرموت. وأشاد وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي بالمساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة واختيار الفئات الأشد ضعفاً والتي تأثرت خلال الفترة السابقة، مشدداً استعداد السلطة المحلية لتسهيل عملية التوزيع للمستفيدين. وعبر المستفيدون من ذوي الاحتياجات وعبر لغتهم الخاصة بالإشارة عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان والجهات المنفذة والتي تولي اهتماماً خاصاً بالفئات المستفيدة من المشروع. دشن المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري بالمنكلة دورتي تدريب حول الخدمات الطبية والسريرية للمعاقة جسدياً والتي تستهدف عدداً من الأطباء والقابلات بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتنفيذ المؤسسة الطبية الميدانية. وفي حفل التدشين ثمن مدير صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري الجهود التي تبذلها قيادة وزارة الصحة في السعي لتوفير فرص تدريبية للكوادر الصحية لرفع كفاءاتهم والمستوى الصحي لديهم، منوها إلى أهمية عكس نتائج هذه الدورة على الواقع لاستفادة المواطنين منها والمرضى بشكل خاص. وأوضح الدكتور الجريري أن هذه الدورة تأتي تعزيزاً للبنية التحتية في القطاع الصحي واكتساب المتدربين تحديثات جديدة في علم الطب الحديث. كما عبر مدير عام الصحة عن شكره لصندوق الأمم المتحدة والمؤسسة الطبية الميدانية لتدخلاتهم في تعزيز القطاع الصحي بالمحافظة. من جانب آخر شدد مدير عام مكتب الصحة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري على أهمية تفعيل الدور الرقابي والإشراف الدوري على المنشآت الصيدلانية مع تفعيل اللوائح والأنظمة النافذة في حق المخالفين منها كونها تمس بحياة المواطن مباشرة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مدينة المنكلة بكوادر ومسؤولي دائرة الصيدلة والتموين الطبي بالمحافظة الذي كرس لمناقشة وتنفيذ الآلية المناسبة في توزيع الأدوية المجانية المقدمة من الداعمين والمانحين وضمان وصولها لمستحقيها من المرضى المحتاجين ومراقبة صرفها بشكل منتظم وسلس. وأضاف الدكتور الجريري أن مكتب الصحة قد اتخذ عقوبات صارمة في حق صيدلات مخالفة للأنظمة والقوانين، بلغت بعض العقوبات بإغلاق المنشأة الصيدلانية وهي حالة المالك للتحقيق، مؤكدا في الوقت ذاته أن مكتب وزارة الصحة والسكان بالساحل سيكرم المنشآت الصيدلانية التي تلتزم بالنظم واللوائح والقوانين النافذة. التقى نائب المدير العام لشركة النفط اليمنية فرع ساحلي حضرموت عبد الله با عامر بمكتبه برئيس اللجنة النقابية بالشركة سالم باحسن. وخلال الزيارة اطلع نائب مدير شركة النفط اليمنية بالساحل على أعمال ونشاطات اللجنة النقابية والإنجازات التي حققتها النقابة للعمال والموظفين بالشركة خلال هذا العام،
مؤكدا وقوف الشركة إلى جانب النقابة لتسهيل مهامها نحو خدمة الموظفين. من جانبه هنأ رئيس اللجنة النقابية بشركة النفط الأستاذ عبدالله باع عمر لتوليه منصب نائب المدير العام، معربا عن شكره وتقديره لما تقدمه الشركة من خدمة الموظفين والعمال والنقابة. دشنت بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيون صباح اليوم الاختبارات النصفية للعام الجامعي الحالي، ويبلغ إجمالي المتقدمين للاختبارات النصفية 83 طالب وطالبة موزعين على 3 قاعات امتحانية تستمر على مدى أسبوعين في 6 مساقات علمية هي الفيزياء والكيمياء والأحياء واللغة العربية واللغة الإنجليزية وطب المجتمع. اختتمت بمدينة المكلا التصفيات النهائية للمشاركين في المنافسات بمجالات التجسيم والنحت والتشكيل ضمن مسابقة أنامل الإبداع بحضرموت والتي تقام برعاية محافظ محافظة حضرموت. وشارك في المنافسات عدد من الفنانين والمهتمين في مجال التجسيم والنحت والتشكيل من مختلف مناطق حضرموت. ومن المقرر أن تقوم لجنة التحكيم التي ضمت عدد من المهندسين والفنانين المعماريين باختيار الأعمال المميزة من بين أعمال المشاركين ليتم تكريمهم لاحقا في حفل ختامي خاص بالمنافسات. اختتم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي والصحراء حضرموت الدورة التدريبية في حصن الموارد المجتمعية لإدارة الحالة للأطفال المستضعفين ضمن الدورات التدريبية لنظام إدارة الحالة وبتمويل من منظمة اليونيسف للطفولة. وشارك في الدورة 41 مدير من مدراء إدارة الحالة ولجان الحماية المجتمعية من 11 مديرية من مديريات الوادي. وفي الدورة التدريبية التي استمرت ليومين تلقى المشاركون من المتدربين عملية حصر الموارد المجتمعية لإعداد خارطة محدثة بمقدمي الخدمات في المديريات المستهدفة بنظام إدارة الحالة لتقديم الخدمات المتاحة للأطفال المستضعفين. وفي الختام تم تكريم المتدربين والمشاركين في الدورة التدريبية بشهادة المشاركة. توج وحدة المكلا ببطولة أندية ساحل حضرموت في لعبة الشطرنج في البطولة التي رعاها مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت ونظمها على مرحلتين اتحاد الشطرنج. وجاء تتويج وحدة المكلا عقب فوزه على التضامن بثلاثة نقاط مقابل واحدة وفوزه المستحق على حساب جاره المكلا نقطتين ونصف مقابل نقطة ونصف، فيما حصد المكلا بطاقة التأهل الثانية مع وحدة المكلا لتمثيل ساحل المحافظة أمام المتأهلين من أندية وادي وصحراء حضرموت. هذا وشارك في المنافسات المرحلة الأولى 11 فريقا يمثلون عددا من الأندية بساحل حضرموت تأهل منها للدور الثاني التضامن والمكلا ووحدة المكلا. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت تطلع على الأعمال الجارية بمشاريع سفلة عدد من الشوارع بمديرية سيئون. صحة ساحل حضرموت تدشن دورتي تدريب حول الخدمات الطبية والسريرية للمعاقات جسديا. انطلاق الاختبارات النصفية في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون. السيدات والسادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. إلى اللقاء.